راب التوك توك انت على جنب وتطلع الميكروباص. ايه يا عم عبد الله متوحد اللي احنا على طريق. يا عم انا مش بحسدك والله. يا عم العربيه دي اصلا مش بتاعتي، العربيه دي شحاته واخدها من واحد صاحب ابويا الله يرحمه يعني، قلت له ايه هنتفسح بيها كده واجيبها لك على طول. انت اللي اللهم صل على النبي الله اكبر زي ما تكون مولود بتسوق. ها ها انا كنت شغال سايس في جراج. اه فكانوا بيديني المفتاح عشان اركن العربيات. اتعلمت بقى الركنه تمام. اه اتعلمت طب وبالنسبه للسواقه؟ اهو بتعلمها معاكم دلوقتي اهو. نعم بس بقول لك على حاجه يا حسن. هي الفرامل بتاعت العربيه دي فين؟ اقف يا عبد الله. اقف هنا. اقف يا عبد الله. يا عبد الله مش عربيتي بقول لك يا عم. ما تخافش يلا. يا جدع بتهزر. لا لا ما اعرفش الفرامل فين بس انا مش عارف بجد ال ايه يا عبد الله بجد يا حسن ما تخافش. عبد الله ما تخلينيش اقفش عليك عيب كده. صاحبي. مبسوطه دي كانت جميله. هو ايه اخبار المحشي يا جماعه؟ لا انت جاي مولع. قول يا حبيبتي طب يا حبيبتي طبعا يا بلدي يا عايزه اوريك هاتي بتنجان هاتي المكرونه يا نواره هاتي او فلفل بالصلاه على النبي كده يمشي معاك خلاص يا حبيبتي يا خالتي خدي يا ماما هاتي هاتي طبعا بقول لك ايه يا خالتي تعالى خدي هو انت كنت بتتوحمي على ايه في عبد الله يا اختي مفيش حد تعبني في الحمل بتاعه قد عبد الله عارفه اتوحمت على ايه عكاكا كاكا ايه بس يا لا حول ولا قوة الا بالله. وانت يا حسن اتوحمت على كاكا في حسن برضه؟ لا حسن ده بقى الحلو كله. ده اللي عوضني بحنانه بعد موت ابوه، ربنا يخليه لي يا رب. حبيبتي يما. امين يا بس الكاكا حلوه برضه يا خالتي. ها؟ ايه؟ ده ايه يا بيت؟ انت هتعكسي الواد قدامي وقدام اخوكي كمان؟ يا خالتي في اخوها، طب استني يا ماما امشي حتى. انت مالكم المهم على البت ليه كده؟ سيبوها براحتها. لا دي لو سبناها براحتها هتنطلق. حرام عليكم كلكم عليها. والله دي طيبة وأنا بحبها خالص. وأنا كمان بحبها وبعملها زي أختي بالظبط. لا بجد والله الله يبارك له اللي هيتجوزها بجد نفسها في الأكل ما أقولكوش هياكل من إيديها شوية ملوخية صيصة. حرام عليك. ربنا يكرمها بابن الحلال يا رب. يا رب يا رب. طب أنا هقوم أجيب لكم لب وسداني. ها؟ نعم. عايزة حاجة نادي أجيب لك ترمس؟ لا ربنا يخليك. ما بتحبوش. كل يا عبد الله. أه باكل. لا أنا. طب أنا هروح أجيب جيلاتي. استني طب يا نوار عبد الله. قوم روح مع نوار أحسن حد يضايقها. حاضر. يلا يا عبد الله. محدش يخلص المحشي ها؟ ما تخافش. يا حبيبي. أكلي بنتك يا فادية. بتاكل أهو. لا لا كل يا بنتي كل حتة فاكهة. مالك يا نوار؟ لا مفيش. اصل شايفك سرحانه كده، في حد زعلك من اخواتي؟ لا خالص بالعكس. انت اخواتك دول زي العسل. الحمد لله. انا بس يعني سرحت كده في شغلانتي. في البنات الكتير اللي زوقتهم. والعرايس اللي ياما خرجوا من تحت ايدي. تعرف يا عبد الله؟ انا اكتشفت ان انا برقص لاصحابي واتغرط لهم. بفرح لناس كتير يعني. بس مش عارفه افرح لروحي. ان شاء الله ربنا يفرحك وتفرحي مع اللي نفسك فيه. انت بنت حلال والف من يتمناك. بس انا عايزه واحد بس من الالف دول بس هو يحس بيا. عبد الله هو انت صحيح ايه رايك في الحب؟ اصل هما بيقولوا يعني انه بيخلي الواحد كده سعيد ومبسوط. هو انت صحيح عمرك حبيت قبل كده؟ والله انا جربت الموضوع ده قبل كده وكانت غلطه بالنسبه لي مش هتتكرر تاني. ما انت شايف انا في رقبتي حمل كبير قوي والموضوع ده عايز حد مظبط نفسه وفاضي. وانا خدت قرار اللي هتفكر تقربني للموضوع ده او لا توفر مشاعري لحد تاني لان انا ما ينفعش حد. وانت بنت حلال وجدع. بس انا ما قلتش حاجه. ما انا ما قلتش حاجه انا كمان. بس رسالتك وصلت يا عبد الله.
يلا نرجع. طب وجيلات؟ ما بحبوش. بحبوش ايه؟ خلاص يا صاحبي زي ما اتفقنا، انت ورديه وانا ورديه. انت لسه مصر يا حسن؟ وانت يعني قدامك حل تاني يا عبد الله؟ بس ان شاء الله انزل ادور على شغل باذن الله وربنا هيكرمني. يا نهار اسود يا عم، ده انت عقبال ما تلاقي شغل يكونوا اهلك ماتوا من الجوع، ولا عايز تنزلهم ينزلوا يشتغلوا؟ لا طبعا. طيب يبقى بقى تامن بكلامي وتسمع الكلام ونقرا الفاتحه صاحبي. هو في اخوات بتعمل كده مع بعض يا حسن؟ ايوه عبد الله، ما هو انا مش اخوك، انت ناسي ولا ايه؟ صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يلا صاحبي نقرا الفاتحه بقى. يلا.